حرفة حضرتك تورثتها من جدودك من جدود تعود لأيام الفراعنة، ونزلت وانت في ثالثة ابتدائي، باباك ايه أول درس علمه لك؟ أول درس قال لي يا ابني واخد بالك الشغلانة دي شاقة وتعب. قلت له أنا حابب التعب، إنك أنت لوحت لإيدك موجود في الشغلانة، فأنا لازم أمارس الشغلانة بتاعتك. أنت عندك أخوات؟ عندي أخوات، إحنا كنا سبعة. أكبر ولا أصغر؟ أنا أكبر واحد فيهم. عشان كده أنت أول واحد نزلت معاه؟ عشان أول واحد أنزل معاه. وإخواتك نزلوا بعديك؟ نزلوا بعديها كلهم. كلكم؟ كلهم. طيب. وتعلمنا المهنة. قريت على يقول لك سيدنا آدم لما نزل على الأرض دي في بداية الدنيا، ففكر ياكل فيه، فجاء على النيل كده والبحر، راح عامل حط الطينة وعمل إناء وراح حرقه وكل فيه. يعني هي صورة بدائية للفخار، أقدم حاجة في الصناعة كلها هو الفخار من عليهم سيدنا آدم. تمام. طيب عايزاك بقى تكلم أهالينا. ومذكورة كمان، ومذكورة في القرآن. فين بقى؟ وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار. صح، صدق الله العظيم. فأنا حبيبها عشان كده. دي سورة الرحمن. سورة الرحمن. حضرتك تحكي لأهالينا في البيوت عن قرية النزلة. قرية النزلة دي هي أقدم، شوف، أقدم قرية على مستوى القرى اللي حواليها. هي أم القرى. لا، هي أم القرى. النزلة دي كانت زمان، كانت نزلة شكيتة. نزلت شكيتة يعني إيه؟ يعني شكوتة دي كان راجل نزل في البلد دي واخد بالك، والناس طبعا هو بنى بيته، وكان له جامع هنا اسمه جامع دشيش، واخد بالك، على ايام المماليك الكلام ده. فبدات الناس بقت اللي يجي جاره ويبني بيته بتاع، فبدات اسمها النزله، نزلنا على بس تمام. ده تاريخ النزله. طيب قريه النزله بتشتهر بايه غير الفخار؟ بتشتهر بالزراعه. تزرعوا ايه هنا؟ يعني يزرعوا مثلا ذره، قمح، واخد بالك، فول، ملوخيه. الفخار كان اساسي في كل بيت، وبعدين دخلت شويه حاجات سحبت البساط من تحت رجلين الفخار زي النحاس والالومنيوم. صحيح. كلمني بقى على المنافسه اللي رجعت الفخار تاني يحتل مكانته. هو احتل مكانته لان لما تروح للدكتور دلوقتي وبره عنك لما تكون حد عيان بيقول له شرف الفخار. فبدات الناس ترجع تاني. الفخار اللي انت بتصنعه، هل بتصنعه وبتوزعه على مناطق الجمهوريه، ولا بتصدره، ولا بتبيعه لمين؟ احنا كنا بنصدر الاول. الاول دي امتى؟ من زمان، يعني من حوالي 15 سنه. تمام. بدانا دلوقتي التصدير يقف، فبدانا احنا دلوقتي نشتغل بالمحليات بس. يعني ايه محليات؟ يعني في الاسواق، المحافظات اللي مجاوره لنا. بس ايه اللي حط قريه النزله على الخريطه السياحيه لسواح مصر؟ ايوه، بالنسبه للسياحه، السياحه دلوقتي هي احنا مسجلين في اداره السياحه في محافظه الفيوم. طيب السواح لما بيجوا من بره ايه اكتر حاجه بيقبلوا عليها في الفخار؟ بيقبلوا على الحاجه الصغيره عشان الطياره هم مش يعني كل التحف الصغيره دي هم بيشتروها. طيب حضرتك بتصنع ايه غير الزلعه دي او القلل؟ احنا بنصنع كتير. دي يجي 20 صنف. ايه بقى؟ الزير، البوكله، قانون الشاي، الطبق، الفازة، الزلع. حاج حسني، انت نورتنا في اهالينا وحكيت لنا حكاية صنعة تراثية اصيلة مصرية. ان شاء الله نجيلك المرة الجاية بقى وانت في ورشتك بتصنع لنا احلى فخار. ان شاء الله نورتنا في اهالينا. الله يخليك. شكرا. شاكرين، نورتونا.